بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جهدارو بناري ترزدار صلاة خدير سر خلق خلاك كاديش برنامه وبرنامه سرهاتين قرآني اتخلاك بوريدا مبحث آفراندنا دايكا اه حوا كربي اه كاچاو رب العالميني حوا چهكر يانجي اه خلقيات حوايب چش

بحث أزمان باب آدمي كري وقت إدبيجتن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها أسماء أنكو ناف رب العالمين ناف نيشا باب آدمي دان هنديك أزمان ضرورية بو جيانا دنياي قدا مروف تيك بجهت يعني الأيكودو دو دابشتن جيانا خوفتها الساري سرداريب جال بكت هكر يعني هزركن هكر ما لغات نبان أزمان نبان دا شوا بريبا شتن أمي يعني مروفاكي لال ابتنت ناف جواكا كي مازند احتمالا حتى بشي سارة داريب اشارة بإشارات دا جالاكا يا بزحمة جالو هكر أم همي مروف بشريات همي يعني تلال بان بي أزمان بان دا شوا شين جيانا سري لو ما أزمان تشتكي جالا مهمة بو جيانا یا دنیا یا مروی دا بشن پی باخبن بو با نمونه مثلا هکر باب آدمی از ما نبا یه لال با حاشای جنابه وی دا چوا مثلا بشتا کره خواه کباب و سحک روش آن نه آنجی که سحک سحکه هیلینا مریش که کانه مریش که هکا خواه آن نه ایدن ما اصل یه لغتی رب العالمین یه نیشا باب آدمی دای پیدویه که گلگلگا مازنه بو جیاره یا دنیاه بلال فيري <applause> هكر ان بستيار كين بيجين باشا قران يات بيجتما وعلم ادم الاسماء كلها ابتنى ناف رب العالمين نشاء باب آدمِيَدَان. باشَ باشا هنديك اخفتنا يعني ياش سي تشتا بيكاتيش نافا وش وش حرفا يعني وكيب عربي بِجِنْ الاسماء والافعال والحروف باش رب العالمين ابتنى ناف نيشا باب آدميدان دان كريار يعني مثلا فعل افعال يعني كريار كار آنجي هكر أن بجين زمان كرديدا يعني كي نيشا باب آدميدان ام الفيري بيجين اساس لغتي نافن هكر ما ناف زانين باش تهينجي ديشي نافا اب ايكودو جريدين اب كارا يانجي فعلا يانجي كريارا و نوبره وهر و هر وسات نوبره نوا دا حرفا اينين دا اخفتنامه سليقاوي ما گوت سلي يا درز بتن حتى نو كه جيوي مثلا وقت بچيكيت ما زاروكيت ما وقت پسيار شمت كن اد بيجن مثلا اوا ديواره و ها پنجر كه مثلا اوا ميزه و ها روجا اوا هيفا هشتاي امريوي يعني دوصالي او بهل بسيارة نواش مت و وقتی ام نوا با اد که اشنیکا بیجین اشنی اپ که مال دا و سر دریاوی دیگل ما او بخواب خواه مثلا اشنیکا ویجا وجا فیرد بتنه کارا مثلا بنمونه ام ات بچیکی بچی که او آوه اشنی که آو اشنی او ات زانتن اپ خواه همه کواف که دی یعنی آف با وخوار نیه او زاده مثلا زاد یه خوار نیه بوده اوا او روش درکت آن حیف آوا بو يعني قصد ما بي كو خد تعالى ناف نيشا باب ادميدان يعني دابزان كو اصل لغه جدف رب العالمين يا خد تعالى لغه نيشا ممروفا داي وبشتي تي اف لغه يعني عوليك بس ناف بين شنيكا انسان بسر دريا خد جل اتجل اف تشتيل دورو بريت ما الدنيا دا جيانا ما الدنيا دا ما بخاف و کی کار آن اف اف آلا ما یت بخا چیکرین او ما یت بیگ و گری داین یعنی زنجیرا کی, ای ای کی يدي يدي او اخفت ما و سلیقه جوان تن گوتن ایک بو یکی و یه دی برانبری یه دی لاوت آخفتنا یه برانبر ادگهتن هتن او خاله خاله دوی یا مدویه از وی خلکه اشارت پی بدم اوجی اویه از مان ممروه بوشي نوابكي ازمان وان مخلوقات دي هر دي سا و اواج جي راستاني امرف يعني عندك اشاره تبدا فيباباتيجي بونمونه فكرام بحث ازمان جيانوا را بكين ما سي وكي گوتي مخلوقات رب العالمينتين ما جمادات يتين تشتيت بين رح دار و بار و اسن و وما نباتات يتين مثلا ببورنشارن يعني شينكاتي و بار وما حيوان يتين ومرحلهش هميا بلنترن اش مخلوقات رب العالمین انسانه جار دارو برا از من خود تعالی ندایه و هر وصادی ساوه یعنی دارو بارا جی خود تعالی از من ندایه خود تعالی از من دا گیانوارا کو گیانوار مخلوقا که یه بلندتر جوان هر دو مخلوقات برینو که ما از من که کریه دوی حیوانی دا دوی جلی دا مثلا بزنی دا مثلا پشی که حاشاسای از من که بس از وانا گلگلک یعنی یه ساده برامبری برانبر یه انسانی تو برانبر که گل ای کدو بونمونه مثلا حتی حتی مثلا مه آن بزن بشیتن تشکاخوه یعنی تعاملت گل بکت بو باخوت او او برانبری وی دیکا خواب گهتن ابتنی محتاجی دو حرفانه مثلا بزن دی بجده که هر مثلا تشکاخوه مه می و الیف مه مثلا آنحاشا مثلا جل

که بشید 28 حرفا دنگا یا حرفاش از مانه خواه در بیختون وکی گلک جارا بر اینو که ما یعنی بونمونه مثلا هندک حرفش گوریه تین وکی ح هندک مثلا شکفتا از ازمانی تن سری وکی خه هندک شوانا مثلا اه مثلا, اه مثلا ابددانا وکی سین هندک شوانا مثلا اپ اف حرفت تین وکی میم هر حرفک خود لك تعالى يا شي كي دي اف أزمانها اتقال جورات دافي غرفات دافي يعني ازمان تشاتل مثلا عندك حركه بكتن العرداكي بشدينه عرداكي صاسكتن دا دنكي دي يعني حرفه كادي اش ازمان مروفيدركي وتشتكي عجيب وغريبه هكا مروف زراخها ات ازمان دا موجود بكتن اذا ازمان المخلوقات نواكي ازمان الانسانيه أم بيجين يعني اف أزمان ازمره جل جل كي عجيب وغريبه او جي ديار العالمين يعني جانا انسان في الدنيا دا يانجي انسان بخبخة خاكي خد تعالى درقاويدت بش ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم يعني باشترین و جوانترين وكي گوتي چهكرين خود تعالى انسان يه چهكري از مانه بجينا کی وان گيانا وره ديا و هر واسه او مهمه انسان پر رابط الدنيا دا دياره مهمه که گلا گلا كيا مازنا و اگر نه از مانه اكي حوصد دوه دا ما دابتن ام ابدرستاهی یعنی يعني كار خوا يان جي وظيفة خوا يا الدنيا كو او جي آفا كرنا في عرضية لديف منهجي خود تعالى خالق آدی هر دیسا و ما اشارت پیدا بله الویر ام پسیارا که بکن گلو لغت ها چیه یعنی خود تعالا ما بحث انسانی کرد ما بحث گیانوارا کرد لغت هوسا ازمان انسانی و گیانوارا هوسا به شکلی خود تعالا چه کردی؟ باشه لغت و ازمان یه ملائکتا پانی او جیت بس لغت وانا چیه چونکو رب العالمینی وقتی باب آدم چه کردی و ملائکت جماين حباتي يا ربي أبا شي مخلوقة تشيكري كري خد تعالى عجيبية في مخلوقيني يانجي حني راوي نشا ملايكة بدتن خد تعالى قوتا ملايكة من أويه چي كو أو نافات زانتن وعلم آدم الأسماء كلها همي نافات زانتن يعني حتى رب العالمين قوتا باب آدمي غوتي أنبئهم بأسمائهم کجی رابع یا یا آدم او نافت من نیشته داین همیا با ملاکتا بیجه اینا فلما انبعهم بی اسمائهم وقتی یعنی باب آدمی بحث نافا کری اف وی کهونی هم هن تشکیل وی کهونی دا باب آدمی نافت وی تزانین همی با ملاکتا گوتن شنی که ملاکتا ها پیدان وکی که گوتی برانبر

لوما خد تعالى غوتا باب ادمي غوتي بادهينجي ببورن غوتا ملائكه بادهينجي واكيوي يعني ناواب زانن وعلم ادم الاسماء كلها هامي نافني شباب آدمي دان و باشي رب العالميني غوتا ثم غوتا باب ادمي انجي غوتا ملائكه ثم عرضهم على الملائكه افنا و عرض كرمو ملائكه كان اجدشن اوان ناواب زانن بيجن ثم عرضهم على الملائكة فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم يا ربي ابتني زانين ظانين تني شامداي أفان نوفا أم نظانين إذا ما دام ملائكات نظا نزانن ملائكات لغة ما إنسانا نزانن باشا بلغة وانا تشيا هل فيري جواب نينن خشك برايت عزيز بس بس يار دل جي أري لغة ملائكاتا تشتشتا تشوا ملائكه الجلكود تاخرن جرا انبرخاب دينه يعني قالك اه جرات حديثه بيغنبري دا صلوت خديسر بن هر وصا تقاتت قران دا امجايا دايا عندكو جبرائيل عليه السلام اطهات ديوانا بيغنبري وقالت اخفت وقال صحابايا اخفتي صحابه قستار جي جي كرين بسيار جي جي كرين يا رب تني جبرائيل بتني, بتني لغاتي يعني هي زانة لغتي تزانتن اما اف ملايكاتي دي وانا بخواب بخوا يعني ما في جي جوت دام بيدان يا كيري لغتي نزانن اما لغتي واني تايباتت ناف ايكو بس أبا علم خود تعالى يا البشت تردا غيبي خود تعالى اف يا ويكي جوتي وشارتي ام وي جهندي ما ام نزانين خشكو برايت عزيز. باشا بسيارة كدير سار لغاتي. جاري ام، جبي خالي نابورين، شكو جالا جالاك خالكا، يا جرينجا مدفيت ام، جالا جالاك بسيارة، يا ساركين، ان شاء الله دا، جالاك معلومات، جي بي واربجرين. باشا هاكا اصل لغاتي جداف رب العالمين، و اي كام لغات،, لغات بت يعني اصل لغاتي في بشرية هامية اوروكا هاشت مليار، نيزيكي هاشت مليار، مروفة، يا سرية اصل لغاتي فون بشرة هامية اك لغة بتن اك زمان بتن او جي اوى يخد تعالى نيشا باب آدمي داي كو باب بشريت همية باشا اوروكا بانيب صداها لغة وزمان اوروكا يعني السر يعرضي بلا ناف مجتمعي بشري دا باشا باف لغة هميش كي هاتن جواب بو بوو بسيارة طبعا زانا يا يعني يا جراندية يا وغراندية بوو سبب اك جي هندكا لغة دستيكي تنا دابش كرم بو سليقا بو لهجه يعني هر لغتا كي هابتن لهجه جي تشن او جي درجاهية تاريخي هر وصا بحكم بلافبينة بشارة سرية عرضي هر اك دي منطقة كي وگرتن وجا مثلا بنمونا عرب هاتن روش هلاطا نافين فاقرت و روش آوائي چون شمال دنیا فاقرت مثلا سينو و خلقه شرق الأقصى وكي إدبيجن شون أو منطقة فاقرتن قارة آسيا أو يد أفريقي أفيتراش شون أفريقيا فاقرتن بحكمكو بلاف بين إنسانا السرية عردي و منطقة فاقرت أفا إيك يادوه بدرجه هي تاريخ بشريتكو أفا كاني شروجه باب آدم هاتي آفراندن حتى حتى يعني فيغا فيك ها چند سال زمان بورينا بوان هردو اگريتا بوان هردو فاكترا ما لغات لغت هيدي دابش بين بو لهجه مثلا بو نمونه هکر ام بيجين. لغت عربی ویگاوه جاره چند لهجه چند سلیقه لغت عربی هنه یعنی روش آوای عربا اب لهجه ای که آخه یعنی روش آوای عربا تیناگه هن مثلا ایکی جزائری بینه بلا باخه وطن الدف خلیجی مثلا مستحیلت ایکو دو بگن احتمالت ایکو در بس اما یعنی لازمه پستیاره ایکو دو مثلا بونمونه ایکی لبنانی بینه بلال قال ايكي عراقي باخفتا قال اكب زحمة حتى ايكو حتى لغة ما بخوية كرديجي نو كيف يقول لغة ما كرديجي دابش بيه عندك لهجة اول لهجة كرمانجيا جوريا هاي كردت ما تركات احتمال عندك أم امتنا درستاهي و اوه لحجا کرمانجیا یا جیری یا های اوه انبهدینی مثلا هر واسا لحجا سورانی و سورانی شنیکا وجا پشتینگی یا بیا هورامی و وجا حتی ایکی هورامی وگا و, جا و جا راستا بکردید آخوتن آن زازاکی مثلا بس خوده از وگا از بهدینی هاید. ما ایکی هورامی لدف ما باخوت خواهی کلمه جستی ناگه هم وجا ما اگر دابش بینا آن بلاف بینا وان لغتا دنیای ایکی جی لغت, لغت دابش بول لحجاش نیکا اف لحجی تا هندی دیر بکنش اصل و سرکانی آخوا یعنی بتا لغتا کی مستقل ايطالي. لغتا 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 بو نمونه مثلا هکر ام ایتالی، ایطالی لغت ایتالیا و لغت یه انگلیزا و لغت فرانسیا حمید زفرته و با لغت لاتینی با زمان لاتینی آنکو ما که لغت اوروپیا همی زفرته و با زمان لاتینی مثلا بونمونه لغات آنجای زمانت روش حالاته، مثلا عبری که لغت فلانه ببارن یه جهی یا نه، سریانی، لغت مثلا یه فلانه یه مسیحی اوان هر دو که علاقت و پیواندید گل لغت عربی یا هی، لغت عربی یا هی، لما ها که مثلا یه جهی باخود دنیای یکا هيويت عربي تدابيني آن فارسي مثلا ك زمانه كي روش هالاتيه فارسي ها كرتو باخه هما احتمال 50% لغه فارسي عربيه وجا بيجين كو النتيجة لهجة وفجأة أف, أف لهجات تهدي هذه هندي دير كتينش سركان يا خويت بينا لغة مستقل وأف سبب يعني بلاف بينا فان لغة تزفر تفابو أف مسألة ها أف خالك جل جلك جرين بي ماشيا إن شاء الله إشارة بي بي هيفيد كم إن شاء الله هنجي وكي من قوتي تيب جهن مفاي بخا جيب بين بل تشتكي لي مثلا احتمال إك بيجتن باشا با تشتي شنيكا هاتي وجودي با لغة تشاوى یعنی ناف بوده مثلا بونمونه او جیب اشتقاقه عربی تجنه اشتقاق اشتقاق چه تشتیه؟ تشتکی نافکی کف نه و تشتکی نزیکی وی یهاتی جدید یهاتی مثلا شنی که حدیثه شنی که یهاتی اهل زمانی آن مجتمعه بو افتشته نیش نیکه هاتی ناوکی دینای یه اشتقاق کری یشکیش که اینای یشوی اینای تکو هر دو تقریبا طبیعت سرشت و نواک اکه بونمونه مثلا اگر ام بیجین مثلا سیاره سیاره اف سیاره ام لیس سیار بین ام بیجین ترامبیل مثلا اف انگلیز دی ترامبیل آن اوتومبیل سیاره عربی زمان بری دا نبی باشه سیاره نوکه گابه اف ناوه ناوه سیارش چی هاد سیارش قافیله هاد قافیلا یا وکی گوتی یا حشترا اوی بری چونه بازرگانت برن یعنی کاروانت برن، یعنی عربت بیشن کمک ها هشترال سرکه که بچن بو کاروانت بجني سیاره مادم اوه مخلوقه که یه پروت چطن او باره تماماً افنا و دیناس اف سیاره نوکش جی مثلاً وکی برای یوسفی، یوسف هاویتیت دا کش بیره اینا در و جاعت سیارت هن دلوهم هات اد بروی بیره را چه سیاره خونا اف سیارا ویگا بی و اینما قافله کا آنجی کاروانا کی را بید بر بیر رابوری دول که خواهفتن بنه دا یوسف علیه السلامش بیر اینا داره به جا ناو سیاره یه قدیم یه اشتقاق کرن با ناو سیارا یا ویگا هو یعنی یه تاتینه چه کرن اوه یعنی هم اشارت وی چنده جی بدین خوشک برایت عزیز يعني بابا تاكيد يه جلا جلا كي مهم چونكو ام سرحاتيت قرآنه تفصيلاتا نو بجين چونكو جلا جايت هاتينا ام دي بتر إشارة دي نوان بابا تاكيكو ام محتاج في معلومات معلوماتا السر ورگرين ام بچين بحث بحشتا باب آدمي بكين جلا اك السر بحشتا باب آدمي يه تاتينا يعني هنداك بيجن او بحشتا باب آدم ودايكا ديكا حوا خود على كرينة دا بشتي هاتينا افراندن او بحشت او جنة الخلدة. ايه خدت على وعد بيدايده باشتي حسابي ما بدا ان شاء الله ام بسرماندت شينيه بيفتكن عالم همي بچته يعني خو يعني ام اودينا بين يعني هر انسان كي خدت على الله دا بينت هدايته وبداي او بحث باب ادم هندك دبيجن يعني باب ادم خدت على بريه او بحثت جنه الخلدة افا كودي هر هريت دامن باشتي حسابي باشتي رجا قيامته بلی پا نا او بحشتا خوشکو برايت عزيز چونکو هکر ام بیجین او بحشتا باشا پا با ابلیس چاوا چو شیا بچتو وی او بحشتا کو حتا رجا قیامت کسا که ندیتیا و کسا داخل نبیا يعني خود تعالی در او بحشتا داد فيها مالا ما لا عين رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر ابلیس چاوا چوتی دا او ایک إيه؟ چاوا ابلیس چوت وی بحشتا او باحثت ديتي وخذت على بحث سيرت بيج كاس نديتيا افا خالك خاله دوي باشا ابليس او بخلوقه نديي بيسي ناجس يرجيم ملعون جوابچت بحشتا باق جو بجين او واك ناز ونعمت خدت على برهف برهفك بمه بسرمان ان شاء الله او بحشتا بمروفيت مطيع وقهدار ي ي اويت فرستنا خدت على كيري وسرمانجي پیغمبري شون صلابت خد السربن حتى مرينو او بحثته انده پاګه بجین یا سرقفل یا مورګری چا و, 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 و ابلیس بریوانه بری ما به سرمانب چتاوه بحثته او په چا و ته خو به بینه تو ریبار تو او او د راوت و مګوت شینکاتی او ګلوګیایو فقهي به بینتن یعنی چا و ابلیس چوتوه بحثته دا اوا خال خال دوه باشه ما دام او بحثته اواکو اوا امد بجنی جنت الخلط اوا کو د هر هر تدامینن چا و باب ادم او حوا چون ته دا پشتینګ شي درکردم او رب العالمین ديشتن أو أو كسي شوي بحشت إيدي جينا در كبن. يعني خالدين فيها أبدا تجا جنا در كابن يانجي وقت تشنا بحشت خدت على غازيت كتوانا ودبشتن خلود فلا موت وبيروز بتن أف بحشتا هين تجا جينا در كابن و أو بحشتا باب آدم كريات دا أو بحشتا أم هميد زانين كربين تدا باش خستن إذا أبا ما دبل جينان أو بحشتا باب آدم وديكا حواتشوينة دا نا أو بحشتا اواكو احمد بجني جنة الخلد اواكو بشتي حساب رب العالمين يا ابو ما برهف ان شاء الله كودي تشيني باشا باو با كيش بحشتا او كيش بحشتا او مينت ان شاء الله بو بيت اگر خودي حسكتن اگر اما يناساخ بمينة بخير ان شاء الله حتى ويدامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته